السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عنا كبة الأرنبية. الأرنبية لما بتصير معها طحينة، هذا الطحينة والكبة بتصير كبة الأرنبية. طيب هلا نحن حنعملها، أنا عاملة فيديو بالكبة التقليدية للأرنبية التقليدية. نحن اليوم حنعمل الأرنبية المستحدثة مبتكرة. فكرت بطريقة أنا كتير حلوة وهلأ يمكن حتعجبكم، حقولكم كيف حنعملها. أول شيء شو عنا المكونات؟ عنا الكبة، إذا بدكم أنتوا تعرفوا كيف تعملوها للكبة في عنا فيديو، عدة فيديوهات، في فيديو أساسي نمبر 1 اللي هو شو المكونات، نوع أنواع البهارات اللي منحطها مع اللحمة والبرغل والبصل وكيف منسويها. فيكن ترجعوا لفيديو، نحن نحط لكم الرابط إن شاء الله. عنا أصلاً أساساً الكبة، وعنا الطحينة، وعنا عصير ليمون، أنواع ليمون كلها، كل أنواع الليمون، الحمضيات اللي موجودة في فصل الشتاء كلها، من البرتقال والأفندي والصفير والجريفون والكليمانتين، هدول بيطلعوا لهم لترين. وعنا الحشو اللي هي اللحمة المفرومة ومعها ملح وكمون وقرفة، وعنا أساسا كمان البصل. هلا حنشوف نحنا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم وكيف حنعمل الكبة كيف حتكون. هلا نحنا الكبة ما حنعملها قراص، القرص يعني الكبة اللي بنحط فيه حشو بقلبه، لا حنعمل نحنا دلل صغيرة من الكبة بس لوحدة. شايفين هاي حبة الكبة نتفة، عملها هيك، ها صارت كرة بهالشكل هيدا، وبصفهم ما بدي احشيهم، هيدول بشكل بسيط بنعمله، بحاول يكونوا بنفس الحجم. كمان هلا بدنا نسوي الحشو اللحمه. اول شيء بدنا نضيف البصل، ما حنحط كل البصله، ثلاث ارباعهم، لانه قسم الباقي بدنا نحطه للطحينه. مفرخين عندي بعض البصله، هدول اللي قشرتهم وفرمتهم مع العرق الأخضر تاعه. طبعاً أضفت بالأول ربع كوب زيت نباتي. ندبل البصل بعدين نضيف اللحم. لا نحن دبلنا البصلة، أضفنا اللحمة، أضفت اللحمة المفرومة، نخلطها منيح مع البصل، نوّس تحتها، نضيف لها الملح. بسم الله الرحمن الرحيم، تحطوا الملح حسب رغبتكم، شوية قرفة، شوية كمون، لأنه في عنا الكبة. هذا كمان خلطة، بسم الله. هذا كمان هلا شوية صماق. هلا نحن للكبة، حشوة الكبة بنحط صماق. نحن ما حشينا الكبة بس هيدي حشوتها، كمان بدنا نحط صماق. بسم الله الرحمن الرحيم. هلأ بنخلطها منيح. بسم الله. تمام، كأنه بدي احشي الكبة انا. نقوي النار شوي حتى تنشف
المي اللي أفرزتها اللحمة والبصل. عصارة اللحمة لازم تنشف. بس تنشف نطفي عنها. بس نشوف إنه قعر الطنجرة صار ناشف يعني نشفت مية اللحمة. أن إذا ما نشفت مية اللحمة بيفسد قوام الأكل. هاي العصارة تاعتها لازم تنشف. هلا نحن بس نعمل الأرنبية منقلي الكبة نص قلية أو منحطها بالفرن مننشفها شوي الكبة رأس الكبة. هلا نحن ما عنا رأس كبة، عنا هدول الكرات الكبة. شو حنعمل؟ حنصفهم بالقعر وعاء السكب، نحط بقلبه كبة اللي هن الرأس اللي نحن قليناهم. أنا قليتهم نص قلي، قليتهم بالزيت. فيكن تشمعوهن يعني تشمعون يعني تنشفوهن بالفرن، بس أنا بفضل قليهم بالزيت نص قلي بيطلع أطيب. اللي بيضروا قلي الزيت في شمعون. هلأ حط فوقهم اللحمة أو هي التطبيقة، حط فوقهم. نحنا الكبة نعمل رأس الكبة ونكون حاشينها من الحشو. نحنا ما عملنا رأس، حطيناهم بدون حشو ونحط الحشو عليهم. هلأ كل الورقات اللي بدي اسكب فيهم هعملهم بنفس الطريقة. بدنا نبدأ هلأ إعداد طحينة. هنوص على الآخر تحت منها وضيف الطحينة بالأول. بسم الله الرحمن الرحيم. بدي قدر كيلو طحينة. بسم الله. بعد شوي لنكمل على الكيلو. بسم الله. قلنا نحن عاصلين هون تقريبا 5 أنواع من الليمون. بسم الله الرحمن الرحيم. هلأ بعد شوي بتشتد، بس نشعل تحت نقوي النار تحتها. هحط البصل. بسم الله الرحمن الرحيم. بصل مفروم. كمان بدنا نضيف الثوم قدر ملعقة كبيرة ثوم مهروس. شفنا اشتدت الطحينة من تأثير الحامض، شفنا تشتد. شو منرخيها بالعصير. ما هاي الأكلة أبدا ما بيحطوا لها مي أبدا. وكل أنواع الليمون ما عدا ليمون الحامض. ليمون الحامض لا، ما منحط ليمون الحامض. وبدل الليمون الحامض لأنه بنحط نحن دبس الرمان ونحط شوية خل، حاطين نحن جريفون. الليمون الصفير بيعطيه حامض كمان شوي. إذن نكهة الحموضة بتجي من الليمون بشكل عام. هلأ كل شوي منلاقيها، كل ما بدنا نرخي منحط عصير. أهم شيء بنكهة الأرنبية هو الليمون الصفير، أهم شيء. هلأ ضف لها دبس الرمان. هلأ بعد شوي على الدواق بدنا ندوق، بعدين لتغلي مندوق ومنشوف شو ناقصها من النكهات. شايفين عم تشتد كمان.
كمان الطحين بتشتد بعد. بدي اضيفلها العصير هيدا كمان اللي حطينا منه بالاول كوكتيل اللي فيه 5 انواع من الليمون. بسم الله. هلا بعد في عندي شوية عصير بيطلعوا كوب او كوبين، كل ما بدها تشتد بدي اضيف لها شوي، ما بدنا يطلع رخوي كتير ولا شديد كتير الصوص هيدا تاعت الأرنبية. هلا بنخليها تغلي. الحمد لله انهينا طبختنا الأرنبية، خلصيت. وهيدا تشوفوا السارج اللي مثل الزيت بيبقى عليها، هيدا السارج فقست ما شاء الله قوام بسرعة. وفينا ناكل حدا فلفل رز مفلفل بشعيرية إذا بتحبوه، واللي ما بيحب بشعيرية فيه عمل رز أبيض، ففينا ناكلها مع الرز وفينا ناكلها بدون رز. هلا أنا مثل ما شفتوا صفيتهم بقعر الوعاء الجات، بعدين حطيت فوق من هون الصوص الطحينة. بسم الله الرحمن الرحيم، بسكب بهالشكل هيدا. بسم الله. الصوص طيبة كتير. لندوقها ونعطيكم انطباعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. نشوف الكبة طعمتها تختلف عن الكبة المحشية. بسم الله. ما حوصف لكم، تعملوها بتذوقوها بتحسوا بالطعمة كتير طيبة، ومع الرز بتطلع أطيب كمان. تمام، الكبة هي زيتها منقرصها ونحط لها الحشو وهو زيته، نحن ما قرصناها وحطينا الحشو كليته معها بدون ما نحط بالقرص. إن شاء الله تكون عجبتكم ابتكاري هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.